السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل عليكم يا رجالة. جمعية البطل التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بقرية شلشلمون بنمسي عليكم وبنمسي على أصحابنا وحبايبنا، وبنعمل فيديو دوت هدية لقناة سوق بلدنا، لمجموعات سوق بلدنا وقناة سوق بلدنا. أول مرة نعرض عندهم، الناس عمالة تتصل علينا واحنا بنبعت لهم الفيديو دوت هدية من الجمعية ليهم. عجلة سيميتال بهمد للبيع، سيميتال أمريكي حر، متلقحين سيميتال أمريكي. البقرة عشر ثلاثة ماشية في الرابع، والعجلة بالصلاة على رسول الله عشر سبعة لبنية، والبقرة كسر أربعة. طبعا قناة سوق بلدنا ومجموعة سوق بلدنا، مجموعات سوق بلدنا، بسم الله ما شاء الله، يعني حظهم حلو ان هم يطلعوا في القناة بتاعتهم ديت. بنمسي على اصحاب القناة، انهم كل سنة وانتم طيبين، والناس دي متابعانا وكل شوية يعني بصراحة يعني عايزين يعني يقفوا جنب الجمعية ويقفوا جنب قناة الجمعية وجنب شغل الجمعية، فمش عيب لما احنا نعرض عنديهم برضو منتجاتنا، مش عيب. البهايم ديت اللي عايز يختبر السل، عايز يحلل بروسيلا، يختبر سل ويحلل بروسيلا، احنا تحت امره. بهايم دمها نقي، سيميتال امريكي، متلقحين سيميتال امريكي. دعواتكم لينا يا رجالة، واي استفسار على طبعا العنوان محافظة الشرقية، مركز مينيا القمح، قرية شلشلمون، جمعية البطل التعاونية لتنمية الثروة الحيوانية بالقرية. رقم التليفون 010-17-24-84-12، رقم الواتس 011-424-9973. ده سيميتال امريكي نقي، بسم الله ما شاء الله. دعواتكم لنا رجالة، ونمشي على قناة سوق بلدنا ومجموعة سوق بلدنا، اسواق بلدنا. كل عام وانتم بخير يا رجالة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دعواتكم لينا، وده السيميتال الأمريكي النقي. كله صلى على رسول الله. أمريكي حر، أمريكي نقي، مش ألماني، مش اتحاد أوروبي، لا، أمريكي. أي استفسار على رقم التليفون، وكل سنة وأنتم طيبين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.